وجه وزير التنمية المحلية هشام آمنة باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أي ظروف طارئة. أشار تقرير لغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس أشار إلى سقوط أمطار متفاوتة في بعض أحياء ومدن 10 محافظات هي القاهرة والجيزة والسويس ومطروح والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والإسماعيلية وشمال سيناء. أضاف البيان أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.